الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله بكرة وأصيلة، والحمد لله حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله، أشهد أنه رسول الله حقا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين وذريته وأزواجه وخلفائه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لقد جاءت بروتوكولات يهود بأنهم وراء ذلك، هذا الإشغال وهذا التخدير وهذا الغشيان الذي يغشي عقول أناس وأعينهم. قالوا بأنهم سيلهون الأمميين، هؤلاء، حتى لا يعودوا يعرفون ماذا يراد بهم. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن اليهود هم أخبث الأمم طوية، وأرداهم سجية، وأبعدهم عن الرحمة، وأقربهم إلى النقمة. امتلأت قلوبهم بالحسد لأهل الإيمان والحقد عليهم. قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وعندما كثرت جرائمهم في البر حتى ضاق بها البر، رحلوا جرائم إلى البحر حتى يكون منه نصيب، حتى يكون له نصيب من جرائمهم. وهذه الجريمة التي فعلوها من قتل المسلمين الذين جاءوا لإسعاف إخوانهم في عرض البحر ليس بأول جرائمهم، ومن الخطأ أن تعزل هذه الجريمة عن مسلسل الجرائم السابقة للأمة الغضبية عبر التاريخ. غضب الله عليهم. فنتذكر جيدا أن ربنا حشد عددا من جرائمهم في سورة النساء في 9 آيات متوالية: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يؤسوا قلوبنا غلف، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما رموها بالزنا في الحيض، دناسة ونجاسة عقول ونفوس اليهود. رموا مريم أعبد أهل زمانها بالزنا في الحيض مع رجل هو من أولياء الله الصالحين. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يتفاخرون إنا قتلنا المسيح عيسى ابن إنجاز. وما قتلوا وما صلبوا، ألقى الله شبهه على آخر ورفع عيسى إلى السماء، وسينزل آخر الزمان ليقتل قائد اليهود الأكبر وهو الدجال. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وقال سبحانه: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وهذا الإلهاء والإشغال والتخدير هو من صدهم عن سبيل الله. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهكذا وهكذا من الجرائم الكثيرة التي قصها الله علينا. إذن هذه حلقة ضمن سلسلة لهذه الأمة الملعونة يرتكبونها عبر التاريخ، لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا ميثاق، لا عهدا ولا ميثاق. وحشيتهم ظاهرة، وهم جبناء لأن بطشهم على العزل كما رأى العالم. واليهود قوم بهت
الكذب عندهم من أسهل الأمور، فقد زعموا كذبا وجود سلاح لدى هؤلاء الذين جاءوا للنصرة والإغاثة، وتحججوا وزوروا أفلاما وعملوا وحاولوا أن يظهروا بمظهر المدافع عن نفسه. وكانت رسالتهم إلى المسلمين وإلى العالم هكذا نفعل، فمن يتجرأ سينال المصير.